السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفيديو الثالث والأخير من أجر Hybrid Identity. اتكلمنا في الفيديو الأول والثاني عن الحلول اللي من خلالها بستطيع أني أوصل لمصطلح الهويات المختلطة واللي بتكون على الأونبريم عندي وعلى الكلاود في نفس الوقت. وقلنا أن في ثلاث حلول استعرضناها وفرقنا بينها، ونأمل إن إحنا نكون وصلنا لدرجة من الفهم أو وضحنا للناس وأزلنا عمليات اللبس اللي كانت موجودة. وقلنا إن إحنا مع بعض إن شاء الله في الفيديو الأخير اللي هو ده هنبقى نستعرض بعض النماذج الخاصة بأسئلة الامتحانات، هنجاوب عليها مع بعض ونقول ليه جاوبنا الجواب ده، علشان يبقى الموضوع بالنسبة لنا اكتمل ووصلنا لدرجة كبيرة من الفهم. خلينا نروح نشوفها مع بعض كده. أول سؤال عندنا بيقول إنه النتورك بتاعتنا بتحتوي على Active Directory وفيها دومين أو Single Domain، يعني دومين واحد في الفورست الخاصة بالActive Directory. هو هنا بيتكلم على Windows Active Directory، وبيقول إن إحنا كمان عندنا Subscription على Azure فيها واخدين من خلالها Azure Active Directory Tenant، وإن إحنا بنخطط علشان ندبلوي الActive Directory Connect ونعمل انتجريت بين الActive Directory في الأونبريم عندنا وبين الActive Directory اللي في الأجر. طيب المطلوب إيه بقى من السؤال؟ يعني السيناريو اتفهم، عندي 2 Active Directory، واحد في الأونبريم وواحد في الكلاود، ومحتاجين نعمل انتجريشن بينهم. تمام، إيه المطلوب بقى؟ يعني إيه المتطلبات؟ فقال لي إنه محتاجين الانتجريشن سولوشن ده يحقق المتطلبات ديت. أول متطلب معانا إنه التأكيد أو هنتأكد إن الباسورد بوليسيز اللي معمولة فين يا شباب معمولة في الويندوز أكتف دايركتري، واليوزر لوجن ريستريكشن برضو اللي مبنية في الويندوز أكتف دايركتري بتأبلاي تو يوزر أكونتس ذات آر سينكد تو ذا تيننت. يعني اليوزر وهو طالع كده يطلع بكل البوليسي اللي هو جاي بيها من الأمبريم وكل الريستريكشن اللي جاي بيها برضو من الأمبريم. الحقيقة هو السؤال لو وقف عند الطلب ده كنا قلنا إنه أي إجابة من الثلاثة صح، لأنه إحنا في كل السيناريوهات أو الحلول اللي إحنا طرحناها في الفيديوهين السابقين عرفنا إنه سواء طالع بالباسورد هاش، فأنا طالع بالبوليسي اللي متطبقة على اليوزر، طالع بالريستريكشن اللي متطبقة على اليوزر، وحتى لو طلعت بالبي تي اي أو الـ ADFS فأنا برضو طالع بيهم، ما عنديش أي مشكلة. لكن هو هنا طلب مني طلب تاني، طلب إني أنا أبقى minimize the number of server required for the solution. يعني أنا مش محتاج أي سيرفيس تانية أو سيرفر تاني إن أنا هطبقه في الحل بتاعي. فبمجرد ما هشوف كلمة إنه minimize the number of server على طول هروح للجواب اللي بيقول إيه يا شباب؟ الـ PHS. ليه؟ لأنه الـ PHS إحنا قلنا إنه هو الوحيد في التلاتة اللي ما بيستخدمش أي سيرفر، هو فقط شغال على الـ AD Connect صلى الله وبارك، ما بيحتاجش أي عملية كونفيجريشن ولا ايجنت ولا تول تانية. فبالتالي هنا انا حققت اول طلب ان انا هطلع باليوزر بوليسي والريستريكشن الخاصه بيه، وتاني طلب ان انا همينيمايز النمبر اوف سيرش. طيب لو رحنا لسؤال تاني هيبدا يقول لي انه في اورجانيزيشن او كيان محتاج يبقى في امكانيه يشتغل على الاجر اكت دايركتري هايبريد ايدنتيتي. تمام، هو بيسألك هنا، الكيان ده بيسألك اهو ان انت تقترح عليه حل، بحيث ان الحل ده، خلي بالنا بقى من الطلب اللي جاي ده، الحل ده يعمل ايه؟ يخلي اليوزر يأوثنتيكيت لو الانترنت not available. تمام، اليوزر كان أوثنتيكيت even if the internet connection is not available. يعني مفيش انترنت كونكشن بين الأونبريم وبين الأجر، ومع ذلك اليوزر بيقدر يلوجن. احنا اتكلمنا على النقطة دي تحديدا في الفيديو السابق
وقلنا إن اللي بيعمل كده هو برضو الـ BHS، لأنه الـ BHS هنعيد علشان نأكد على معلوماتنا، إحنا قلنا إن النموذج ده أو الحل ده الـ Password Hash هو اللي بيخزن بيانات اليوزر والـ Attributes الخاصة بيه والجروب في أجر، بحيث إنه لو الإنترنت بقى داون أو الأومبريم كلها بقت داون ما عنديش مشكلة في الكلام ده، احنا أكدنا على الكلام ده الفيديو اللي فات. فبالتالي السؤال هنا هتستخدم أي حل من الحلول، هنستخدم الـ PHS أو الـ Password Hash اللي هو الإجابة دي. طيب السؤال الثالث عندنا بيقول إنه الـ IT Help Desk حابب يريديوس الـ Password Reset Support، يعني يقلل من التيكتات اللي بتجيله من ناحية إنه الباسورد بتاعتي انتهت أو يعني الأكاونت بتاعي فيه مشاكل، فلو سمحت حلها لي أنت كـ IT Help Desk. فالـ IT Help Desk بيقترح إنه يبقى فيه يوزر ساين إن على الأونبريم وعلى الكلاود أبلكيشن بنفس اليوزر نيم والباسورد. هنا لحد هنا مفيش جديد، أو لحد الكلام ده مفيش جديد، لأن كلهم برضو بيتيحوا إن اليوزر نيم والباسورد سواء داخل اون بريم سواء داخل كلاود فانت بتدخل بيهم. هنا قال لي بقى في النص الثاني من السؤال ان الكيان او الاورجانيزيشن does not plan on using Azure Active Directory Identity Protection، ما يهمهاش ان هي او ما بتخططش ان هي تحمي الايدنتيتي من خلال اجر، يعني مش هتعمل condition access، مش هتعمل policy، مش هتعمل privilege identity، مش هتعمل الحاجات دي. تمام، هي فقط هتبني application على cloud وهتحتاج انه اليوزر يبقى طالع من الأونبريم رايح cloud بنفس اليوزر نيم والباسورد بتاعه، خلاص صلى الله عليه. تمام، فبالتالي انت اي حل هتختاره هنختار الحل القائم على الباس ثرو يا شباب ال BTA. ليه قلنا الـ BTA؟ الـ BTA احنا قلنا انه الـ Embrim هي اللي بتأوثنتيكيت مش أجر، خلاص؟ فبالتالي لو اخترنا غير الـ BTA طبعا مش هينفع نختار هنا الـ ADFS لانه هو ما جابش سيرة External User ولا شيء، خلاص؟ فالجواب هنا مستبعد. يبقى الاختيار بين الـ Password Hash وبين الـ BTA. ليه ما اخترناش الـ Password Hash؟ هقول لك، هو قال انه المنظمه بتاعته ما يهمهاش تامين الهويات، فكونها ان هي ما يهمهاش تامين الهويات هو بياكد لك على ان التامين هيتم من خلاله هو، من خلال الاومبريم. فبالتالي هو كانه بيشير الى انه عمليات المانجمنت اللي هتبقى على اليوزر من خلال الديسيبل الانيبل الريسيت باسورد اللوجن اور الجروب بوليسي، كل الاشياء دي هتتم من خلال الاومبريم ومن خلال تحديد الاي تي هيلب ديسك. فبالتالي هنا النموذج او الحل اللي هيخليني فعليا اروح للخيار ده هو البي تي اي، لانه من خلاله احنا عرفنا في الفيديو اللي فات انه عمليه الاوثنتيكيشن بيتم من خلال الاومبريم. ديت كانت الاسئله اللي جمعناها من الايزد 500 ومن الايز 303 و304، واعتقد كمان كان في الام اس 500. وبكده نتمنى ان احنا نكون غطينا الموضوع ده بشكل من التفصيل وبشكل من البساطة والوضوح. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.